السلام عليكم شيرات، مرحبا بكم عند اخت الخدوج. اليوم الشربه كما كنتو تشوفوا جبتكم وصفه الكوكيز على الطريقه التركيه، ان شاء الله يعجبوكم وفرجه ممتعه ان شاء الله. ما تنسونيش البيجام ومرحبا بكم، وجدت تاني لكم مرحبا بكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه، نورتوني. كما كنتو تشوفوا كوكيز جديد، طريقه جديده جربتها معكم ان شاء الله، الطريقه التركيه. مرحبا بكم، هذا هما الكوكيز تاعنا. شوفوا الله يبارك، يديروا فيهم لا ليفور، جو متفخين، جو شابين. ان شاء الله غادي تجربوهم تشوفوا فيهم يعجبوكم. غادي نقسم حبه معكم، يجوا فريمون هشاش هشاش هشاش. ان شاء الله غادي تجربوا الوصفه، تجي بنينه بزاف بزاف بزاف، وتجي هشيشه، يجي غير تفت صغير وحده. مقادير سهله بزاف وفرجه ممتعه ان شاء الله. تابعوا الفيديو ان شاء الله. مرحبا، غادي نبداو الكوكيز تاعنا ان شاء الله على بركه الله. شنو نسحقوا في هذه الكوكيز؟ هذه طريقه تركيه ان شاء الله، غادي نديرها معكم وتعجبكم ان شاء الله الوصفه. مرحبا بكم الشيرات عند اختكم، ونتمنى ان شاء الله اللي جدد مرحبا بكم. ما تنسونيش باللايك وبالاشتراك، ومرحبا بكم عند اختكم خدوج. غادي نبداو ان شاء الله. شنو غادي نسحق في هذه الوصفه تاع لي كوكيز؟ غادي ندير زوج حبات تاع البيض، غادي نحتاج كاس تاع الزيت، كاس تاع سكر غلاس، كاس تاع المايزينا، وهذوك نديرهم من بعد نزيدهم في العجينه. عندي فنجان تاع لاتاي تاع كاوكاو، اللي تبغي دير تبدل، اللي عندها اللوز، اللي عندها اي مكسرات تنجم ديرها. وعندي كاس تاع الشوكولا، شوكولا بيبيت، بيبي دو شوكولا، دوك الصغيرين هكا. عندك فنجان ثاني تاع لاتاي. غادي نبداو على بركه الله. غادي نغسلو البيض نتاعنا، جوج حبات تاع البيض. انا كنت ديجا جربت طريقه اخرى وقلت نجرب هذه الطريقه، عجبتني وان شاء الله غادي تنجح لي. غادي نزيدو كاس تاع السكر، غادي نخلطو. هي ما تسحق لا بارطا لا والو، المكونات تاعها كيتخلطو مليح. نخلطو البيض تاعي بالزيت، ونزيد الكاس تاعي تاع السكر غلاس، الفوق تاعي راه يحمى. انا دائما ندير الفوق تاعي يحمى قبل ما نبدا، سقطو هذا الكاطو تاع وغادي درت لهنا كاس تاع المايزينا تاع النشا تاعي. غادي نزيد ساشي تاع لا ليفور، نبدا نلم العجينه تاعي. وغادي نسحق زوج كيسان تاع الفارينه، غادي نبدا نلم في هذه المرحله. نزيد الكاس تاع انا درت كاوكاو، نتوما كل وحده على حساب اللي عندها دير. غادي نبدا نزيد دروك في الفارينه تاعي، غادي هنا باش نزيد الفارينه تاعي. غادي نديرو الكاس الاول ونشوفو، نخلطو ونشوفو العجينه تاعنا تجي طريه ما تجيش ناشفه بزاف. هما تشروهم من برا، راهم يباعو برا بصح ماشي كيما تديريهم بيدك. هنايا كلشي راه متوفر دروك، كلشي راه كاين. انا هنايا غادي نزيد اكثر من زوج كيسان، كيما كتشوفو العجينه مازال تلصق لي، اما لا غادي نزيد اكثر من زوج كيسان. شوفو غادي شو ندير زوج كيسان ونص ونشوف، باسكو كل وحده والفارينه اللي عندها. هنايا زدت عمرت كاس الثالث ونشوف شحال يرفد لي باش نقول لكم اكزاكتومون شحال رفدت لي. تقعد طريه في يدك، هي ما تجيش ناشفه بزاف كما كتشوفوا. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. نشكر كاع المتتبعات نتاعي، نشكركم بزاف 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 على الدعم نتاعكم وعلى تعليقاتكم المشجعه. ربي يخليكم ويحفظكم ليا. كيما كتشوفوا العجينه تاعي كيفاش تجي، تاع
تقعد هكا طريه ما نشفهاش بزاف. انا غادي نمت العجينه تاعي، نعاود نتلاقاو باش نزيدو لي كوكيز. هنايا هذه هي لاباط اللي حتحصلت عليها، تقعد طريه العجينه تاعك باش يجيك شباب وهشيش. غادي نزيد لي كوكيز تاعي في هذه الحاله. انا درت فنجان تاع لاتاي. غادي تبدي تدخلي في الشوكولا بيبي تاعك. انا الاضافه اللي درتها انايا زدت هذاك الفنجان تاع تاع الكاوكاو، واختياري تنجمي تستغني عليه ماشي لازم ديريه. غادي تميلونجي بيان، تدخلي الشوكولا تاعك في العجينه تاعك بعد تبدي تقوري فيها. هنايا بعد ما خلطتي لي كوكيز تاع الشوكولا بيبيت مع العجينه تاعك، اش غادي ديري؟ غادي تبداي تقوري فيها كيما هكا البولات، وما تهوديهمش، ما يجوش مهودين، يقعدوا طالعين باسكو في الفرن تاعك غادي يهودوا. انا غادي نكمل الكميه تاعي تاع العجينه تاعي ونديرهم في الفوق. الفرن تاعك يكون حامي على 180 درجه، غادي تشد لك واحد الطياب واحد 20 مينوت ولا فابيس. غادي نديرهم في الفرن تاعي يطيبوا، نوريكم لي كوكيز تاعنا كيفاش جاونا.